السلام عليكم. فيما افتتحت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط القمة العربية العادية 27 بتمثيل ضعيف نسبيا، تكابد مشاورات الكويت من أجل تجاوز عقدة الفترة الزمنية التي حددتها الأمم المتحدة ودولة الكويت. لا تقدم يذكر في مشاورات الكويت التي يقال إنها تشهد حاليا جمودا يعزى إلى انعقاد القمة العربية، والتي تطرقت في بيانها الأخير إلى الأزمة اليمنية ودعم الحوار السياسي والحل السياسي أيضا. الدول ذهبت إلى نواكشوط بتمثيل ضعيف، مما يعني أن القمة قد لا تتعدى حدود الصياغة التقليدية التي ستدعم مهمة التحالف وستشجع الأطراف اليمنية على التوصل السريع، وربما هذا ما ظهر استنادا لحل الأزمة استنادا إلى المرجعيات الثلاث. فلماذا تشهد مشاورات الكويت هذا القدر من الجمود، خصوصا وأن التمثيل الحكومي فيها كبير بوجود نائب رئيس الوزراء وزير التأمينات ووزراء آخرين؟ وهل يتسق ذلك مع التفاؤل الذي أطلقه أمير الكويت في كلمته خلال افتتاح قمة نواكشوط بشأن إمكانية التوصل إلى حل للأزمة اليمنية في المشاورات الحالية للكويت؟ عن تطورات الأزمة في ظل جمود مشاورات الكويت وانعقاد القمة العربية في نواكشوط ستكون هذه الحلقة من المساء اليمني نناقش هذا الموضوع، ولكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تحت سقف هذه الخيمة تنعقد أول قمة عربية في موريتانيا. اليمن وأزمات وحروب الثورات المرتدة على الربيع العربي أهم مواضيعها، إلى جانب القضية الحاضرة على الدوام في جدول أعمال القمم العربية، قضية فلسطين. وفي هذه القاعة من قصر بيان في الكويت تنحصر الخيارات بين نجاح ضعيف جدا وفشل تدل عليه كل المؤشرات، وتعززه الوتيرة المتصاعدة من التوتر في العلاقة بين وفدي الإنقلابيين والمبعوث الأممي. في قمة نواكشوط ذكر الرئيس هادي العرب بالتحدي الذي يواجه المسار السلمي في بلاده، وهو استمرار الانقلابيين في المماطلة والتنصل والتهرب من تنفيذ أي التزامات التابعة للحوثيين وصالح المدعومة من عيران بالانقلاب على السلطة السياسية الشرعية المنتخبة والسيطرة على العاصمة ومؤسسات والمصالح الحكومية. التشاؤم الواقعي بدا واضحا في كلمة أمير دولة الكويت الذي أقر بفشل المشاورات المنعقدة في بلاده في التوصل إلى حل، رغم أمله بإمكانية التوصل إلى هذا الحل خلال هذه المشاورات التي لم يعد أمامها الكثير من الوقت. لا يمكن إذن الحديث عن وتيرة تقدم للمشاورات اليمنية في الكويت، بل مراوحة أو بالأصح نقوص إلى ما دون الصفر، كما سبق لرئيس وفد الحوثيين وأن صرح من قبل. جزء من أسباب جمود مشاورات الكويت يعزيه المراقبون إلى انعقاد القمة العربية في نواكشوط، التي كانت الحكومة قد أجلت ردها على المبعوث الأممي بشأن استئناف مشاورات الكويت إلى ما بعد انعقاد هذه القمة، قبل أن تعود وتقبل بإرسال وفدها إلى الكويت، ولكن بعد أن لبى المبعوث الأممي شروطها. بين القمة العربية ومشاورة الكويت تبرز الأزمة اليمنية كأحد الاستحقاقات الهامة التي تحظى بأولوية الحل في إطار الجهد العربي المشترك لإعادة ترميم ما تصدع جراء الأحداث التي تعصف بالأمة وتتهددها بالمزيد من الأزمات والحروب والتصدعات. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي المرافق لوفد الوفد المشاورات الحكومي من الكويت الأستاذ رشاد الشرعبي. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء الخير أختي العزيزة ومشاهديكم الكرام. أستاذ رشاد، بداية يعني لو تحدثنا من خطاب السيد رئيس الجمهورية في قمة موريتانيا وما حمله من مضامين لها علاقة بالمشاورات، هل تضمن هذا الخطاب موقف الشرعية ورؤيتها السياسية برأيك؟ نعم، الأخ الرئيس كان بداية حضوره هو تأكيد على الدعم العربي للشرعية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ودعمهم للسلطة الشرعية القائمة والتي تم الانقلاب عليها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. نعم. ولذلك الرئيس أكد على هذا الأمر من خلال حديثه عن قرار مجلس الأمن 2216، وأشار إلى النقاط الخمسة التي يتضمنها القرار والتي يرفضها الوفد المفاوض الممثل للإنقلابيين. الرئيس أكد على موضوع السلام وأنه يمد السلام والسلطة الشرعية تمد السلام للإنقلابيين، لكن هم من يضيعون الوقت ومن يسعون إلى إضاعة الوقت والتباطؤ في التنفيذ والالتزام، ولذلك هم في الميدان يقومون بأعمال لا تتفق وعمليات السلام ويحاصرون مدينة تعز، وتحدث عن تعز خاصة التي تتعرض لحصار شديد منذ يومين أسوأ وأشد مما كان في السابق. ولذلك
الرئيس أيضا أشار إلى البعد القومي للقضية اليمنية من خلال حديثه عن المد الصفوي وأن الانقلابيين كانوا قد وضعوا يد إيران على اليمن، ولذلك أن هذه القضية قضية اليمن ليست مجرد قضية خاصة باليمن وبجنوب الجزيرة العربية أو حتى تخص الجزيرة العربية لوحدها والخليج، ولكنها تخص العربية باعتبارها قضية قومية عربية، ويفترض أن تكون الأمة العربية كلها إلى جانب هذه القضية وإلى جانب اليمنيين في استعادة دولتهم المختطفة ومؤسساتهم التي تم الاستيلاء عليها من قبل الانقلابيين. الرئيس كان واضحا من خلال حديثه عن تشاؤمه تجاه هذه المشاورات والتي منحتهم الفرصة لمزيد من التعزيزات والحشود وخوض العمليات العسكرية، لكنه ظل يؤكد على موضوع السلام وأن ورغبته بالسلام رغم تشاؤمه من قبولهم بهذا السلام وأنهم لن يقبلوا بشيء مما يتم التفاوض عليه، وهذا هو الواقع الذي يؤكد بعد 3 أشهر من المشاورات التي تمت في الكويت أو المشاورات التي تمت في سويسرا. نعم، تحدثت عن التشاؤم أو لغة التشاؤم التي كانت حاضرة، على أي أساس بني هذا التشاؤم؟ هل من مماطلات الحوثيين في مشاورات الكويت أم أن هناك يعني أسباب أخرى لهذا التشاؤم برأيك؟ بالتأكيد أن هناك أسباب لها علاقة بالمشاورات وأسباب أخرى. الرئيس له تجربة طويلة مع الانقلابيين سواء منذ كانوا في صعدة وعمران وصنعاء وحتى سويسرا ووصولا إلى الكويت، هذه كلها تجارب مريرة و تؤكد أنهم مهما خاضوا من حوارات ونقاشات فهم ينكثونها قبل أن يصلوا إلى اتفاق، ينكثونها حتى وإن وصلوا إلى اتفاق ووقعوا عليه ينكثونها بمجرد الاتفاق والتوقيع، ولذلك هذه تجربة مريرة عانى منها الرئيس وعانى منها اليمنيين بشكل عام. أيضا هناك مؤشرات عديدة على ذلك تدل على أن هذا التشاؤم من قبل الرئيس أنه ما يسنده من خلال أنهم حتى اليوم لم يعلنوا الالتزام بقرار مجلس الأمن، وكلما تحدثوا وكل الكلمات التي يتحدثون بها في افتتاحيات المشاورات تتحدث كلها عن مطالبهم ولا تتحدث عن قرار مجلس الأمن 2216 ولا عن المرجعيات الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة بينها القرار والمبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني، هم يتحدثون عن رؤيتهم باستمرار ولذلك لم يعلنوا حتى اليوم عن التزامهم بقرار مجلس الأمن 2216، وهذا خلل أساسي في هذه المشاورات. أيضا المؤشرات الميدانية تبعث على التشاؤم كذلك، فالمؤشرات الميدانية تؤكد أنهم يحشدون ويعززون ويخوضون المعارك في مختلف الجبهات بنفسية من يريد أن يواصل القتال وهو مستمر. أيضا التصريحات للقادة في الداخل أو تصريحات رئيس الوفد كلها تؤكد أنهم لا يسعون للسلام وأنهم لا يريدون إيقاف نزيف الدم اليمني ولكنهم يسعون للبقاء على السلطة والاستمرار في اختطاف الدولة اليمنية ولن يسلموا بغير ذلك. نعم، طيب أستاذ رشاد، يعني تحدث أيضا السيد الرئيس أن هذه الميليشيا هي تحاول أن يعني بهذا الانقلاب هي لا تعمل إلا لأجل مصلحتها لا لمصلحة الشعب أو من أجل يعني تقوم بإفشال محادثات السلام ولا تعمل من أجل المصلحة الشعبية، ما الذي يعني ذلك رغم تحدث كثير من يعني أفراد الميليشيا بأنهم هم من يقومون بأعمال لأجل الشعب؟ نعم، كما تحدث سابقا ليس هناك ما يؤشر على رغبتهم في السلام من خلال التصريحات، من خلال عدم التزامهم بقرار مجلس الأمن ومن خلال أيضا ما هو حاصل في الميدان. هم يسعون من خلال هذه المشاورات كان إلى شرعنة انقلابهم بشكل واضح، وحديثهم عن تشكيل حكومة ائتلاف وطني واضح أنها تسعى إلى ذلك، إلى شرعنة الانقلاب وأيضا إلى نصف شرعية الرئيس والشرعية القائمة التي يؤيدها المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وكانت أيضا بإرادة شعبية من خلال انتخابات الرئيس هادي، ولذلك هم يسعون لتضييع الوقت، يستغلون وجودهم أيضا في دولة الكويت واحتضان الأشقاء في دولة الكويت لهذه المشاورات. نعم، لتتحول الكويت إلى منصة لهم للحديث إلى العالم ليتحدثوا إلى العالم، وربما هذا ما حصل فعلا، يعني تواصلوا بشكل واضح وكبير مع الدول الأخرى. سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ رشاد، ولكن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الرميحي الكاتب والباحث الكويتي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا دكتور محمد. يعني تحدثت في إحدى كتاباتك أن القمة العربية قمة محاولة لوقف الاستنزاف، برأيك هل حدث ذلك فعلا؟
يعني أنا هذا المقال كتبته من حوالي أسبوعين، وكنت أتوقع بأن القمة العربية هي في حقيقة الأمر لن تنتج الكثير، لأن الوضع العربي كما يعرف الجميع وضع حرج جدا. كثير من الدول العربية أصبحت في مرحلة الدولة الفاشلة، والدول القليلة الباقية حتى الآن ربما لا يوجد لديها أجندة واضحة ومتكاملة للمشكلات التي تواجه العرب. فنحن الآن في كعرب في أسوأ مراحلنا التاريخية الحديثة في تقديري. نعم، إذا يعني كما تفضلت تم كتابة المقال قبل أسبوعين من انعقاد القمة، وربما هي خرجت بكثير من الحديث الذي استشرفته في مقالك، خاصة بعد البيان الذي صدر والذي كان عبارة عن توصيات ربما اعتدناها. على ماذا بنيت تنبؤاتك حول القمة العربية دكتور محمد؟ يعني مع الأسف الشديد الوضع العربي ما يعني حرج جدا، وأكاد أقول متدهور، ولا توجد لدينا يمكن ما أسميه أنا بالقماشة القيادية التي أو التي لديها مشروع عربي. العرب مختلفون في أولوياتهم ومختلفون أيضا في تحالفاتهم، وواضح أيضا بأن الهجمة الإيرانية أحدثت خلل كبير في الصف العربي. هي طبعا الأخوة في إيران يريدوا أن يوسعوا نفوذهم من خلال مجموعات متعددة من الشعب العربي، يعني عندهم مثلا حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن كما تعرفي، ولديهم أيضا مجموعات من الميليشيات في العراق. النظام السوري القائم أيضا في أحضانهم. فأنت أمام هجمة يعني قاسية جدا تجاه العرب، ويعني الآن معظم اللاجئين في العالم هم من العرب مع الأسف الشديد. معظم الفقراء هم من العرب أيضا، والمشردين سواء كان في داخل بلدهم أو خارج بلدهم. لدينا 3-4 حروب أهلية أو شبه أهلية الآن قائمة في هذه المنطقة. فإذا الوضع حرج جدا، وما كان بالإمكان الخروج من القمة الحالية بشيء من يعني من ما يمكن أن يعتمد عليه. حتى القمة كما تعلمي تأخرت بسبب عدم إيمان إخواننا في المغرب، الذي كانت في الأساس من المفروض أن تكون تعقد لديهم، عدم إيمانهم بالخروج بشيء يعني جيد وإيجابي من هذه القمة. نعم دكتور، يعني عفوا للمقاطعة، لكن يتردد مصطلح القماشة القيادية فقط للتوضيح للسادة المشاهدين، ما الذي تعنيه بهذا المصطلح؟ القماشة القيادية يعني بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا كأشخاص معها، يعني لم يعد لدينا التوجه العام لحرب المستعمر. يعني في الفترة القومية العربية التي كان فيها مجموعة من القيادات التي وضعت أجندة للعرب، هذا طبعا الآن غير موجود. اعتمدنا أيضا على بعض الدول القريبة في مجموعة التحالفات، منها تركيا كما ترين. أيضا تركيا تعاني من مشكلات داخلية الآن. يعني حتى الآن لا يوجد في تقديري تيار شعبي واسع لديه أجندة متفق عليها تجاه سوريا، تجاه اليمن، تجاه العراق، تجاه لبنان، تجاه الغرب. في نفس الوقت الغرب يتجه أيضا إلى التشدد. يعني نحن في بريطانيا منذ أيام خرجت إحصائية تقول بأن يعني جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين بدأت ترتفع. السيد ترامب، دونالد ترامب، الآن وصل إلى ترشيح الحزب الجمهوري
بسبب هذا العداء الواضح للعرب والمسلمين. مجموعة يعني المشكلات التي حدثت في ألمانيا مؤخرا، فأنت أمام نحن حقيقة أمام مشكلة في الوقت الذي يعني معظم العرب أناس متسامحون بعيدون عن التعصب، إلا أن الفكرة الآن بأن المسلم وخاصة المسلم السني العربي هو معادي للحضارة وإرهابي بالضرورة. فإحنا يعني كما ترين الجبهات متعددة، وجميع هذه الجبهات تنزف سواء كانت في الحروب أو كانت في الإعلام أو كانت في الدبلوماسية. يعني أفهم من كلامك دكتور أن العرب بحاجة إلى أجندة متفق عليها؟ أعتقد بحاجة إلى أجندة متفق عليها، بحاجة إلى احترام أولا الـ يعني الدولة الوطنية. أنا تقديري يجب أن نناقش أو يجب أن يعني نتابع أهمية الدولة الوطنية المستقلة العادلة. يعني ليست فقط دولة وطنية، ولكن دولة وطنية عادلة، حقوق الناس محفوظة فيها، القانون على الجميع، محاربة الفساد إلى آخره من الشعارات المعروفة. هذا مع الأسف لم يطرح. المطروح أمامنا اليوم في لدى العرب والمسلمين يعني مشروعان. المشروع الأول هو مشروع الخلافة، وهو في تقديري مشروع خرافي، والمشروع الآخر هو مشروع الإمامة، وهو أيضا مشروع خرافي. يعني ما أمامنا إلا أن نطرح نحن الدولة العربية الوطنية العادلة. نعم. طب دكتور محمد، يعني فيما يتعلق بالتغييرات الجيوسياسية والتي أشرت إليها، يعني من انسحاب الغرب من المنطقة، كيف يمكن قراءة الواقع اليمني والخليجي أمام هذه التغييرات وفي هذا الوقت تحديدا؟ يعني هو الواقع اليمني مع الأسف ينزف. يعني في كيف يمكن أن نتصور، أنا شخصيا مثلا كمواطن عربي وطني، كيف يمكن أن نتصور منذ أشهر أن يتبادل اليمنيون الأسرى فيما بينهم؟ يعني هذه صورة مؤلمة ومقززة كما تعلمين. اليمنيون شعب واحد وإخوة، وصلوا إلى مرحلة أن يتبادلوا الأسرى فيما بينهم. واضح طبعا بأن هناك مع الأسف مجموعة من الإخوة اليمنيين الذين ارتهنوا وراهنوا على تأييد طهران، وأنا أعتقد تأييد طهران ليس من أجل سواد عيونهم، ولكن من أجل تحقيق مصالح استراتيجية لطهران ذاتها، وإذا حققت هذا فبالتأكيد سوف يتخلصوا منهم. التحالف الموجود بين السيد علي صالح وبين الحوثيين الآن هو أيضا تحالف الأعداء، لأن الاثنان يريدان كل واحد منهم أن يستفيد من الآخر. فإذا لدينا مع الأسف أعمال سياسية دون المستوى الوطني هي التي يعني تسفك الدماء وتشتت الشعوب. هذا يحدث في العراق، هذا يحدث أيضا في سوريا، كما ترين في لبنان أيضا مجموعة من الإخوة اللبنانيين الذين يسمون نفسهم حزب الله معطنين للدولة اللبنانية، معطنين للاقتصاد اللبناني، داخلين في مشكلات مع العالم. فأنت أمام يعني منطقة موبوءة بالحروب، ولا يوجد مشروع مضاد. يعني الإخوة المصريين مشغولون بمشكلاتهم الداخلية كما تعرفي، ونحن في الخليج اعتمادنا أيضا على الدخل النفطي، ومنذ سنتين تقريبا أو أكثر بدأ هذا الدخل ينخفض، ولم تعد دول الخليج قادرة على ربما الاستمرار بالمستوى المعيشي التي كانت عليه. فأنت تري هذه الساحة العربية فيها مجموعة من المشكلات المتعاظمة
التي علينا أن نقف أمامها ونقوم بتحليلها ونبتكر الحلول الناجعة أمامها. في هذا الضعف الشديد تتدخل الدول الأخرى بأشكال مختلفة. يرسم الإنسان العربي بشكل سلبي جدا في الغرب. الغرب نفسه الذي ساهم ربما جزئيا أو كليا بهذا المستوى الذي وصلنا إليه الآن أيضا يدفع الثمن. كما ترين الغرب يتجه إلى اليمين بسبب موضوع الهجرة، في حين مثلا أن الهجرة يعني هي التي أقامت كثير من الدول. نحن نعرف اليوم على سبيل المثال أن 40% من الأمريكان الحاليين هم من آباء وأمهات مهاجرة. فبالتالي يعني تخويف الناس من الهجرة بسبب هذا النزيف الذي حدث في سوريا بشكل كبير وفي المناطق المهزومة العربية. نعم، سؤال أخير دكتور، يعني عن حضور الملف اليمني في القمة العربية، كيف تعلق على ما ورد في البيان الأخير حول يعني حيث ركزت أو ركز البند على دعم الحوار في اليمن؟ أنا يعني لا أعتقد بأن الحوار اليمني الحالي سوف يصل إلى نتيجة معقولة. أنا أعتقد أنه هذا الحوار هو جزء من استمرار هذا الحوار هو تعويم الحوثيين وعلي صالح أكثر مما هو الذهاب إلى مصالح يمنية متعارف عليها. المصالح اليمنية معروفة وواضحة، منها طبعا الاتفاق على الحوار اليمني الذي صدرت له وثيقة مهمة جدا، ومستندا على المبادرة الخليجية وأيضا قرارات الأمم المتحدة. كل هذا بعيدا عن التحقيق الآن، وفي تقديري بأن هناك عملية عض أصابع من يصرخ أولا، كما نرى أن النظام الإيراني لا يريد أن يتنازل عن أي مكان وصل إليه، سواء كان في سوريا أو العراق أو في لبنان أو في اليمن. ولا أتصور بأننا قريبون في الحوار اليمني من نتائج، يعني من نتائج الحد الأدنى. حتى سوف يستمر هذا الحوار، هو كحوار الطرشان. المؤسف أيضا بأن موقف الأمم المتحدة موقف الحقيقة مخجل في رأيي، لأن أنا طبعا لا أريد أن أحمل مندوب الأمم المتحدة كل المشكلات، ولكن لديه هو أيضا قرار بأن يعني يصدر منه تصريح أو وجهة نظر من هو الذي يعطل الحوار اليمني، وهذا لم يحدث حتى الآن. يعني لو حدث لربما أيضا أصبح العالم يعرف في أين يقع هذا الحوار اليمني. خوفي بأن تستمر هذه العملية ويستمر استنزاف الشعب اليمني، ويزداد الفقراء في اليمن فقرا والجوع جوعا، وتسفك الدماء بأثمان بخسة في اليمن. مع الأسف الشديد هذا هو الواقع الذي أراه. أنا لست متفائل بأن هذا الحوار سوف يظهر بنتيجة، وكما ترين أنت بأن حتى القرار العربي هو قرار يعني غير واضح المعالم، لأنه كان من المفروض لو كان هناك مشروع عربي لتحدثنا عن الدولة اليمنية العربية المستقلة الوطنية والعادلة. وهذا هو الأساس. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث الكويتي الدكتور محمد الرميحي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، يعني فيما يتعلق في نقطة البيان الذي ذكر أو ركز وأيد موضوع الحوار في اليمن، علق الدكتور محمد وكان غير متفائلا بمسألة الحوار وأنه لن يجدي إلى حلول قريبة، حد وصفه أن هذا الحوار هو تعويم لحضور صالح والحوثي، وأيضا كان البيان غير واضح المعالم وغير دقيق في الشأن اليمني، ما رأيك؟
نعم، ما ذكر الدكتور محمد الرماحي هو في الصميم وهو جوهر القضية الأساسية، أن ما تحدث عنه سابقا أنه جعل من الكويت منصة ليتحرك الإنقلابيين باتجاه العالم ويبلغوا رسائلهم للعالم بشكل مختلف، ولذلك كان هذا فرصتهم الكبيرة وهم مصرين عليها، ولذلك الحكومة اليمنية ونحن حتى أنا تحدثت معكم أكثر من مرة في الجولة الأولى ضرورة أن يكون هناك جدول زمني وبرنامج زمني لهذه المشاورات، لأنهم يريدون أن تطول ليستمروا في معاركهم في الميدان، وفي ذلك الوقت يجدون منصات إعلامية وسياسية يقابلوا من خلالها السفراء، يتحدث لوسائل الإعلام، ولذلك المسألة مستمرة جدا. أيضا ما تحدث عنه الدكتور بشأن ولد مبعوث الأمم المتحدة والأمم المتحدة عموما، هناك قرار دولي بأن ضرورة تحديد من هو المعرقل ومن هو المعطل للتشاور وللوصول لعمليات سلام، ولكن هذه أيضا لم يستخدمها مبعوث الأمم المتحدة الذي هو أتحدث اليوم بكثير من التفاؤل فيما من يستضيف هذه المشاورات أمير الكويت تحدث عن بكثير من التشاؤم، هو يتحدث بتفاؤل وأمير الكويت يتحدث بتشاؤم كبير، ولذلك من الصعب أن تستمر المشاورات بهذه الصورة. كان أمير الكويت أكثر وضوحا في حديثه عن هذه المسألة، وكان يتحدث عن أن الجولة الأولى فشلت وهي أكثر من شهرين ونصف، أما هذه الجولة فلا زالت الفرصة مواتية رغم أن الوقت الذي لا زال هو قليل جدا والفرصة قليلة جدا بالنسبة له، ولذلك أنا أعتقد أن المشاورات إذا استمرت أسبوع آخر أو حتى أسبوعين فإنها لن تصل إلى نتيجة. حتى اليوم الأمور معطلة تماما، لم يحدث أي تشاور حتى اللحظة بشكل جاد وحقيقي، كان هناك مجرد لقاءات في لجنة الأسرى ولكنها نفس المماطلة ونفس الطريقة التي كانت معتادة، ولذلك من الصعب أن نتحدث عن أن هناك أي نجاحات لهذه المشاورات. نعم، إذن أستاذ رشاد ابقى معنا أنت أستاذ المشاهدين، نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، يعني النقطة التي تحدث فيها البيان عن دعم الحوار في اليمن، أي حوار بالضبط، والمهلة الزمنية في المشاورات باتت قصيرة جدا وربما لن تفي بالغرض لهذا الحوار الذي يتحدثون عنه. بداية أريد أن أشير إلى ما سؤالك السابق وهو ما يتعلق ببيان القمة العربية، هو تحدث عن فرقاء وتحدث عن ضرورة الحوار وهو نفس السياق الذي تتجه إليه رغبة المجتمع الدولي وخاصة أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرها، وهذا هو السياق الذي جعل المشاورات تصل إلى هذه الدرجة، منح الانقلابيين فرص متعددة ليتطاولوا على الشرعية الدولية ويلتفوا هم وأيضا من يساندهم على قرار مجلس الأمن 22-16. لكن ما هو واضح من خلال استضافات الأخ رئيس الجمهورية تأكيد القمة العربية والمجتمع العربي والدول العربية جميعها على الشرعية واعترافها ودعمها لهذه الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي. فيما يتعلق بالمدة، أنا أعتقد أن التطويل والتبيع للوقت وتضييع الوقت الذي كان يمارس من قبل الانقلابيين كان هو مشكلة أساسية واجهتها الكويت أولا وواجهها الوفد الحكومي ثانيا، ولذلك طالت المفاوضات والمشاورات في الجولة الأولى إلى 70 يوما. الجميع كان يطرح موضوع أنه لابد من جدول زمني، لابد من أولا أساسيات لهذا التشاور، هناك أساسيات مهمة جدا، التزام أحد الطرفي التشاور بقرار مجلس الأمن هو المرجعية التي يتم التشاور عليها، وهذا ما لم يتم. ثانيا جدول زمني، وهذا هو الآخر لم يتم. الآن توفر الجدول الزمني والبرنامج الزمني الذي حددته الأمم المتحدة ودولة الكويت بناء على قرار بناء على طلب الحكومة اليمنية واشتراطها تحديدا، لكن كما يبدو أنه لن يصل إلى نتيجة. اليوم انتهى أعتقد أسبوع من المشاورات دون أي
نتائج دون أي جلسات حقيقية. كانت هناك بعض الجلسات التي جمعت الوفد المبعوث الأممي والوفد الحكومي من جانب، الوفد الإنقلابيين والمبعوث الأممي من جانب آخر، لكن لم تحدث أي جلسات مشتركة للتشاور بمعنى حقيقي. الآن تعطلت حتى ما بعد القمة العربية، لكن الوقت ضيق للغاية وما تعذر الوصول إليه خلال 70 يوما لا يمكن الوصول إليه خلال أسبوع كما أعتقد، ما دام النية أيضا غير متوفرة لدى الطرف الآخر تماما. نعم أستاذ رشاد، إذن يعني فيما يعني يتعلق بالحديث الدائر حول أجواء المشاورات والتوتر الحاصل بين ولد الشيخ ورئيس وفد الحوثيين، هل من معلومات بهذا الخصوص؟ طبعا ما يتسرب من معلومات هو غير ما يعلنه مبعوث الأمم المتحدة. المبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن تفاؤل وعن التزام الطرف الآخر، فيما أن تصريحات الطرف الآخر نفسها تفضحهم ويتحدثون عن أشياء لا علاقة لها بالمرجعيات وما تم الاتفاق عليه وما يطرحه أيضا المبعوث الأممي. هم يتحدثون عن شيئين رئيسيين من خلال كلمة رئيس الوفد الإنقلابيين في الجلسة الافتتاحية. المسألة الأولى تتعلق بطيران التحالف العربي، والمسألة الثانية تتعلق بما يمنحهم الشرعية كإنقلابيين وينسف شرعية السلطة الشرعية الحقيقية وهي تشكيل حكومة وتشكيل مجلس رئاسي كما وصل إلى كما كان في كلمة محمد عبد السلام. ولذلك من الصعب الحديث عن أنهم يطرحون قضايا من صميم ما يتحدث عنه المبعوث الأممي وهي المتعلقة بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين. هم أكدوا بكل وضوح أنهم لن يفرقوا عن المعتقلين، واليوم الرئيس المخلوع يتحدث أيضا عن ولده المعتقل في الإمارات، مما يريد أن يخلط الأوراق ويربك الوضع بشكل واضح ما بين من تم اختطافهم من منازلهم وأعمالهم وهم عزل من السلاح ويمارسون عمل مدني وسياسي، وما بين الأسرى الذين كانوا في الجبهات يقاتلون وهم في الغالب أسرى الإنقلابيين لدى القوات الشرعية. ولذلك هناك خلط كبير جدا لهذه الأمور، وهي اللجنة الوحيدة التي كانت عقدت جلساتها يتم الآن خلط الأوراق المتعلقة بها من خلال الرئيس المخلوع أو من خلال الخلط ما بين معتقلين وأسرى. ولذلك يصعب الحديث عن أنه سيتم الإفراج عن أي أشخاص آخرين. الاعتقالات أيضا والاختطافات لا زالت مستمرة في أغلب المدن في صنعاء وفي إب وفي غير، ولذلك من تم الإفراج عنهم في رمضان وهو أيضا هم محل اشتباه في أنهم ليسوا لهم علاقة بالعملية السياسية أو من اختطفوا ضمن الصراع السياسي الدائر. ولذلك هناك الآن بدأ المختطفين جدد يتم اختطافهم من وسائل المواصلات العامة، من منازلهم، من مكاتبهم، من أعمالهم، وهذا يؤكد أن ليس هناك أي مؤشرات على أي حلول تقدم حتى ولو على مستوى موضوع المختطفين، وليس ولا نتحدث عن موضوع تسليم السلاح أو الانسحاب من المدن أو تسليم أو تمكين السلطة الشرعية من مؤسسات الدولة كما هي النقاط الخمس في قرار مجلس الأمن. نعم، إذن أستاذ رشاد، تعقيبا على حديثك حول أن دائما ولد الشيخ يظهر متفائلا ويظهر أن هناك كثير من الاتفاقات التي تنفيها تصريحات الطرف الآخر، هل تتوقع في نهاية كل ذلك أن يصرح فعليا ولد الشيخ باسم المعرقل في نهاية المطاف؟ أنا لا أعتقد أنه سيصرح أبدا أو يحدد من هو المعرقل. هو موظف لدى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هناك قوات تديرها ولا تريد أن يكون هناك تحديد لمن هو المعرقل لهذه المشاورات. المبعوث الأممي يظهر كموظف ينفذ أوامر لا علاقة لها حتى بقرارات مجلس الأمن، وإنما تتعلق بقوى دولية هي التي تمسك بزمام الأمور في الأمم المتحدة. المبعوث الأممي هو يسعى أيضا لإنجاز شخصي ليحسب له حتى ولو على حساب الشعب اليمني. كانت خطوة لقائه بالرئيس المخلوع في صنعاء، رغم أن الرئيس المخلوع تضمنته قرارات دولية وعليه عقوبات دولية، وهذه كانت خطوة تؤكد أنه يعمل بشكل غير محايد
ولكنه يبدو منحاز لطرف ما أو ملتف على قرارات مجلس الأمن. نعم، إذن أستاذ رشاد ينضم معنا أيضا الأستاذ باسم الحكيم الناشط السياسي من الكويت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور أستاذ باسم. يعني بين قمة نواكشوط ومشاورات الكويت، ما الذي تقرأه فيما يتعلق بالملف اليمني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن القمة ستركز بل وضعت أحد أجندتها هي تدخلات إيران في المنطقة، وعندما أتكلم عن المنطقة يعني هي أحد أجزاء هذه المنطقة، وبالتالي أعتقد أن القمة ستخرج توصيات فيما يخص الأزمة اليمنية وفيما يخص مشاورات الكويت، تدفع في اتجاه الضغط على الانقلابيين الحوثيين للمضي قدما في عمليه سياسيه حقيقيه. انا في اعتقادي ان القمه ستخرج بتوصيات فيما يتعلق باليمن بشكل مباشر، وستحث على استكمال مشاورات الكويت وارغام الحوثيين على المفاوضات وفقا للمرجعيات المتفق عليها. لكن هل سيلتزم الحوثيين بما ستخرج به القمه العربيه؟ بالطبع لا، هذه ميليشيات لا تلتزم باتفاقيات سياسيه ولا تولي اي اهتمام للضغوطات التي تمارس عليها، وحده المجتمع الدولي ومن يستطيع ان يمارس ضغوطا على هذه الميليشيات. لكن الحقيقه المواقف المجتمع الدولي ضبابيه، والى هذه اللحظه مواقف ماديه غير واضحه. هناك تناغم في المواقف المجتمع الدولي مع ما تقوم به ميليشيات الحوثي، ظهر ذلك وليا من خلال مواقف المبعوث الاممي وهو يعتبر سفير المجتمع الدولي في هذه المفاوضات. راينا ان من خلال المفاوضات السابقه التي استمرت 70 يوما في الكويت، أن الطرف الذي كان يقوض العملية السياسية ويقف حجر عثرة أمام المضي قدما في السياسة السياسية هو ميليشيات الحوثي. ومع ذلك لم نرى أي ضغوطا من قبل المبعوث الأممي تجاه ميليشيات الحوثي، بل أن الإحاطة التي وضعها إلى مجلس الأمن كانت ضبابية وعامة، وتكلم فيها بطريقة عامة ولم يضع النقاط على الحروف ما يخص من الذي يعرقل المفاوضات في الكويت. إذا أمام هذا الفتور وأمام هذا التراخي من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المبعوث الأممي، سيقابله بالضرورة تسلق وربح من قبل ميليشيات الحوثي وسترفع سقف مطالبها. في اعتقادي أن المفاوضات التي في الأيام القادمة ستستأنف يوم الأربعاء بعد أن يعود الوفد الحكومي من القمة العربية، ستكون وسنعود إلى نفس الحلقة الأولى التي كانت تدور حولها المفاوضات. ستستمر ميليشيات الحوثي خصوصا بعد ان تحدث الناطق الرسمي محمد عبد السلام بانه لا يلتزم بالمرجعيات وانه لا يلتزم بسقف زمني، مع انه كان هناك اتفاق واضح على سقف زمني المفاوضات 15 يوما، وكان اتفاق واضح على اسس ومرجعيات التفاوض المتمثله في المبادره والاليه التنفيذيه وقرار مجلس الامن، الا انه من خلال تصريحه الاخير نفى كل هذه الاتفاقات، بمعنى اننا سنعود الى نقطه الصفر، وهذا ان لم تغير مواقف الامم المتحده كطرف فاعل في المعادله السياسيه وتدفع باتجاه الضغط على ميليشيات الحوثي، اعتقد انه سيعلن فشل المفاوضات في اليومين القادمين. نعم، اذا في كلمه الرئيس هادي وكلمه امير الكويت استاذ باسم والمتعلقه بالمشاورات، ما الذي تقراه في مساله الحديث عن المشاورات تحديدا؟ كان الكلمه التي القاها والامير الكويت هي واضحه جدا، هو كانت من شقين، الشق الاول انه كان فيها نوع من التشاؤم بان التفاوضات وصلت الى طريق مسدود، ولكنه في الاخير قال ولا يزال الامل قائما، بمعنى انه اعطى فرصه اخيره لميليشيات الحوثي في هذه المفاوضات التي ستعقد يوم الاربعاء، ستستانف يوم الاربعاء، لان تستفيد من هذه الفرصه. لكن هل ستستفيد ميليشيات الحوثي وفعلا ستدخل بحسميه وبعمليه سياسيه حقيقيه تفاوضيه تنتج حلول حقيقيه؟ اعتقد هذا سنكتشفه في اليومين القادمين. الرئيس هادي من خلال كلمته هو لا يزال يؤكد على السلام، وقال انه اننا سنمد يد السلام الى ابعد اقصى يعني الى ابعد مد يعني مسافه ممكنه، وانه لابد من الحوار وفوضى المرجعيات المتفق عليها. رغم ما يقوم به ميليشيات الحوثي الا ان اللب الحكومي لا يزال يعني موقفه واضحا وجليا، ولا يزال يقدم يعني نستطيع ان قدم الوفد الحكومي تنازلات من خلال اتيانه الى هذه المفاوضات والجلوس على طاوله الحوار يعتبر تنازل من الوفد الحكومي، مع ان المعني بتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 هي الامم المتحده والمجتمع الدولي، ولا معنى للجلوس على طاوله الحوار على الامم المتحده وعلى الامن الذي اصدر هذا القرار ان يقوم بتنفيذ وان يحترم شرعيته الدوليه ويقوم بتنفيذ هذا القرار الذي اصدره. لكن قبلت الحكومه اليمنيه ان تجلس على طاوله الحوار وذلك للنقاش فقط في اليه تنفيذيه لتنفيذ هذا القرار، اما الحديث عن ايجاد مؤسسات تغيير وايجاد حكومه ووحده وطنيه او الحديث عن تغيير في مؤسسات الرئاسه
هذا لا يمكن الموافقة عليه، لأن هذا يعتبر اعترافا في الإعلان السوري الانقلابي الذي أشار إلى هذه. نعم أخيرا أستاذ باسم، هل نستطيع القول إذن أن المشاورات دخلت المرحلة الأكثر حزما خصوصا من قبل مبعوث الأمم المتحدة الذي ربما يسابقه عامل الوقت؟ نعم بالضبط، أعتقد اليومين القادمتين ستكون فاصلة بما تعني هذه الكلمة، سنكون أمام مفترق طرق، يا إما سيعلن أن فشل المحاورة الحوار بشكل نهائي، ويا إما أن الحوثي يقدم تنازلات حقيقية وندخل فعلا في تصفية سياسية تسلم فيها ملكية الحوثي الأسلحة وتنسحب من المحافظات ويتم فيها الدخول في حركة شاملة. نحن أمام ساعات أو أيام قادمة عصرة سيتحدد فيه أحد الخيارين، يا إما الدخول في التصفية وتقديم تنازلات من قبل ملكية الحوثي أو إعلان فشل المفاوضات، وهنا سيكون الخيار العسكري هو الخيار الوحيد لدى الشرعية اليمنية لإنقاذ اليمن ولإعادة الدولة اليمنية المطلوبة من قبل ميليشيات إيران. نعم إذن شكرا جزيلا لك باسم الحكيمي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، يعني يتحدث الأستاذ باسم ربما عن قريبا أنها ستعلن فشل هذه المشاورات، برأيك أستاذ رشاد يعني في حال ما استمر الوضع على ما هو عليه وتم إعلان فعلا الفشل، هل نتوقع أن يكون هناك موقف أممي حازم تجاه المعرقلين الذين ربما اتضحوا أكثر للعالم؟ أنا أعتقد أنه حقيقة كما تحدث الأخ باسم أنها هي أمام مفترق طرق، لكن هل لدى المبعوث الأممي أو المجتمع الدولي القدرة والإمكانية ليعلنوا صراحة أن المعرقل هي ميليشيا الحوثي وصالح ومن وراءها دولة إيران هي التي تدير العملية حقيقة وهي التي تمدهم بالدعم المالي والسياسي والإعلامي والعسكري وصفقات السلاح التي تصل، دليل واضح على ذلك. ولذلك أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك إلا إذا كان هناك تحرك دبلوماسي قوي جدا من قبل أولا الدبلوماسية اليمنية وثانيا الدبلوماسية السعودية والخليجية والعربية عموما، والتي تكون أهمها وقضيتها قضية واحدة وهي قضية العرب جميعا، الوقوف في وجه إيران ومن يقف وراءها من القوى الدولية التي تريد أن تبتز الدول العربية وأن تخترق الأمن القومي العربي. ولذلك الحقيقة أنه المشاورة هذه هي كما تحدث أمير الكويت أنها فشلت خلال 70 يوم وأنه لا زال هناك القليل، وهذا هو واضح يؤكد أن الفشل هو وارد في من خلال القليل الذي لا زال باقي. ولذلك أنا دائما أؤكد أن هذه الجماعة التي وصلت إلى السلطة وسيطرت على السلطة بهذه الطريقة الغير الشرعية وتمكنت من مؤسسات الدولة وقضت على وانقلبت على الشرعية القائمة، هي وصلت بقوة السلاح وبالقتل وبسفك الدماء، ولذلك من الصعب أن تقبل أو تتنزل أو توافق على أي حلول بالسلام وبالسلم. ولذلك ليس هناك من أي خيار سوى خيار الحسم العسكري، هناك قصور كبير جدا من قبل الحكومة الشرعية في الاتجاه نحو هذا الخيار الذي تأخر طويلا. نعم إذن عند موقف الوفد الشرعي أستاذ رشاد، دعني أختم معك بس بسؤال، يعني رغم الأداء المنسجم معه ومع يعني مع الموقف الوفد الحكومي ومع ولد الشيخ، هل يعني أو كيف ممكن أن نستشف أدائهم أو موقفهم في الفترة القادمة؟ الوفد اليمني موقفه واضح منذ أكثر من 90 يوم، هو موقف قوي ومتصلب ومؤكد على ضرورة السلام وعلى رغبته بالسلام، لكنه في نفس الوقت على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والمرجعيات عموما بما فيها مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية. لكن أنا أتحدث بصفتي الشخصية أنه ليس هناك من حل إلا أن تتحرك السلطة الشرعية نحو الخيار العسكري وتتجه لدعم الجيش الوطني في مختلف الجبهات وتحرير العاصمة صنعاء وتعز وغيرها من المحافظات، وهو الحل الوحيد الممكن حتى الآن، ولا يمكن أن يكون هناك حل مع هذه الجماعة التي هي تتسلق على دماء اليمنيين وتصل إلى ما تريد بناء على حجم الدماء التي تسيل من اليمنيين. نعم إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ رشاد الشرعبي الصحفي المرافق للوفد الحكومي في مشاورات الكويت، كنت معنا عبر الهاتف من هناك عبر سكايب عفوا من هناك، والشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.